تقعدي يا ريا على حيلك تاكلي لقمه معانا. لا كلوا انتوا بالهنا والشفا، اني هنبقى ناكل بعدين. تسلم ايدك يا جميل. وبحياتك يا ست ريا وانت خارجه يعني حاجه من مؤاخذه، ابعتي لنا كام ازازه كازوزه من عند احمد النص. عليا الجوز. هو اسمه النص؟ جماله جماله. ايه؟ عجبك الاسم؟ وهم سموه النص ليه يا اخويا؟ عشان عدم المؤاخذه يعني نص راجل. حسره على اللي اتجوزته. ما هو انت لو شفتيها هتعرفي ليه بقى هو النص. وما كملتلوش ليه النص التاني. يوه كنت كده حزينه. ايه رايكم بقى بعد الغديوه الحلوه دي ناخدكم ونروحوا سيما تغراب؟ لا يا اخويا انا ما نقدروش نتاخر. عفوا جرايه حلوه. هو انت مش بتقولي انك مش متجوزه زي ست عديله؟ ايوه بس كمان مش دايره على كيفي. باين عليهم حرمتين ناعمين قوي. يا سيدي يا عماد دول يحلوا من على حبل المشنقه يا جدع. مشنقه؟ فالله على فعلك يا حصبنا. وبعدين ما تفوتش ده مع الدلازل، انا ده رزيل ممكن يضايقكم. صفونا يا رجاله. دلعنا. عاوزك عبد الرازق. فندم. انا اغني انك زعلان. انت ايه شايف ان ماليش حق؟ ما جيتش تقعد معانا ليه؟ انا رزيل صحيح بس حسيس قوي. اجي كده من غير ما تعزمني؟ اعزمك ده ايه يا جدع؟ ده احنا اصحاب، من امتى في بينا تكليف؟ ما تقول لنفسك هو الصاحب ليه عند صاحبه ايه؟ ولا ها؟ ما تقول كده من الصبح. يا جماله يا جماله تبقى ملحوق. يوه ده الاكل بحاله. هو اداكي كام؟ ريال. طب هاتي باريز. طب ما تاخدي الاكل انت كله بالنص. طب واللي قاعدين بره دول مش هياكلوا؟ معانهم طفح ولا دقوا الزاد. احنا الاكل رجالتنا الاول ونقوته. صدقتي. ايه عوافي حبيبتي. الله يعافيك. هي الست انيسه هنا؟ ايوه اتفضلي. يزيد فضلك يا اختي. نقول لها مين؟ قولي لها ريا ام بديع. اصلا كنت جايبه لها حتتين قماش تعمل لنا جلابيتين، اني جلابيه وبنتي جلابيه. بنتي بقى بطلت تفصل للزباين، هي بتعمل شغل بس للترزيه. استريحي عقبال ما ندهالك. بالاذن خمسه يا اختي. هي طالعه وراي. ده ما تراحني حبيبتي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. ازيك يا انيس؟ ازيك يا استراي؟ روحي يا حبيبتي العبي جوه. هو انت مش عارفه ان انا بطلت الخياطه للزباين؟ طب وانا كنت رايحه اقول لها اني جايه لك ليه؟ طب عادي بس على حالك. وقفتي ليه؟ اصلا الصراحه جايه ناخدك انت وعادين. تاخدينا؟ تاخدينا على فين؟ ده الجدع هينهبل على عادين. بذمه النبي. طب انا بقى رح نروح وياكي بصفتي ايه؟ ما في جدع تاني هينهبل عليك انت برضه. لو النبي وده يطلع مين ده؟ الجدع ما يتخيرش عن سمحه. بس انا بقى ما تاخذنيش، ماليش في الحاجات دي. اخص عليكي وانا نرضالك. ده غرضه شريف اهو تشوفيه. يعني يعجب يعني؟ مقاوة. امال عديلة فين؟ انتي غلطانة انك جيتي بدري، لو كنتي تقلتي رجلك شوية ما كانتش امها شافتك من اساسه. نعمل ايه يا اختي غصب عني؟ الجدعين شافوكوا اتجننوا، دول ناس اكابر انا لازم نرضيه. اوعي تكوني وقعتي بلسانك قدام انيسة. اني مفهماها ان محمد بيحبني وعايز يتجوزني. ليه واني خامة؟ ماني فهمتها كده برضه. ولما تيجي ما تبقيش تعدي عليها عشان امها ما تعرفش حاجة. حاكم دي مرة ما يتبلش في بقها فولة،
بتروح تقول لاخواتها على كل حاجه بتعملها أنيسة. شوفي الوليه تقول لاخواتها دي عامله بردك تعملها. يلا يا اختي يلا لحسن الجماعه استعوقونا زمانهم على نار. ايوه يا حلوه يا حلوه. ايه بقى مش رايحين نروح ولا ايه؟ رايا بتقول ان الجدعان مستنيين بس مش عايزين نتاخر اصل امي راجعه قبل المغربيه. عينيا يا حبيبتي انا زي ما استلمتكم هنسلمكم بس سلكوني انتم الجماعه دول. خير عاوزه حاجه؟ خيرك سامع. الناس اللي جوه دول مش جمال احنا هنطلعوا نريحوا فوق. انا كل في المنظر امال الجماعه فين؟